مشاهدينا أهلا بكم. تحت هاشتاغي اضراب موظفين الكهرباء والماء واعتصام الكهرباء الاثنين الذين انطلقا أمس، موظفون بوزارة الكهرباء والماء عبروا عبر تغريداتهم إلى وقفة احتجاجية غدا الاثنين اعتراضا على قرار الوزارة بإلغاء البدلات الخاصة للتكليف بالعمل في المناطق النائية. وحول هذا الموضوع قام فريق النشرة الإلكترونية باتصال هاتفي مع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، والذي أفاد بالتالي: في البداية نشكر تلفزيون الكويت على اهتمامه بالمواضيع التي تخص موظفي وزارة الكهرباء والماء، وهذه فرصة نلقي التحية على جميع العاملين في الوزارة، ونود أن نؤكد بأن الوزارة لا تسمح بتاتا بالمساس بمستحقات العاملين والتي تم اكتسابها وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية، فكل من تنطبق عليه الشروط بلا شك سيحصل على هذا البدل. ولكن هناك يعني حالتين ودي أوضحهم في القرارات المنظمة لبدل المناطق النائية. هناك جداول وزعت من قبل ديوان الخدمة المدنية توضح المناطق التي تنطبق عليها صفة المناطق النائية، أي موظف يعمل في هذه المناطق هذا لا غبار على حصوله على هذه العلاوة. الجدل الدائر هو حول هناك بعض المواقع وهي غير مصنفة من المواقع ذات المناطق النائية، ولكن طبيعة أعمال هذه الإدارات والعاملين فيها تتطلب أن ينتقلون إلى مواقع أخرى مصنفة بمواقع نائية. أيضا هذه نظمها الديوان بإجراءات معينة، فالوزارة فقط كل ما تطلبه هو تطبيق هذه الإجراءات وفق الآلية التي نظمها ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي كل من يعمل في هذا المكان وإدارته تسجل له خروجه للعمل في هذه المواقع سيتم الدفع له لاحقا، يعني عقب ما يداوم عقب ما يؤدي العمل في المناطق النائية الوزارة تصرف له وفق شروط ديوان الخدمة المدنية. وكل الشكر لكم.